والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. رح نتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن دو هواي لوب. بعد ما تكلمنا عن الهواي لوب رح نحكي في الستيتمنت دو هواي لوب. طيب بمنتهى البساطة الستيتمنت دي بتتكتب إزاي يا جماعة؟ في الأول أنا بعمل دو، تمام، وبفتح الكيرلي بريسز وبقفلها، وفي نهاية قفلة الكيرلي بريسز بكتب جملة هوايل وطبعا الاكسبريشن وبحط السيميكولن، تمام كده؟ ده التفصيل او ده الشكل العام لجملة دو هوايل، تمام؟ بنروح كده هنحاول نقصره ونشرحه مع بعض سنة سنة. انا بكتب جملة دو والكيورد دو، وده معناه اني عايز انفذ مجموعة معينة من السطور البرمجية. هنفذ ايه يا جماعة؟ هنفذ البلوك اوف كود اللي موجود جوه الكيرلي بريسز بدايه ونهايه، ايا يكن بقى سطر سطرين ثلاثه اربعه 100 ما شاء الله. المهم دولت الجمل اللي راح يتعمل لهم دو، اللي راح يتنفذوا. حلو كده؟ جميل. هل راح يتنفذوا بشكل مطلق؟ لا، هيتنفذوا بس بعد ما يتنفذوا على الاقل مره واحده بس راح يحصل ايفاليويت او راح يحصل مقارنه للاكسبريشن ده. تمام كده يا جماعه؟ جميل. يبقى ايه الفرق ما بين الجمله دو هواي وما بين اللي هواي الستيتمنت؟ اول نقطه، اول فرق ما بين الاثنين ان احنا موجودين في نفس القضيه دي. انا بكتب جمله هواي في الاول وبعدين اكسبريشن بكتب الكود، ومش محتاج احط سيمي كولن في الاخر. تمام كده؟ لكن هنا انا محتاج احط سيمي كولن في نهايه جمله هواي. حلو، جميل. الجمله الفرق الثاني اني في الاول كده انا بعمل ايفاليويت للاكسبريشن الاول، يعني الاكسبريشن ده بشوفه ايه ظروفه، يعني لو كان ترو بنفذ الشروط دي، لو كان مش ترو بطلع بره اللوب وانفذ الفلو الفلو بتاع البرنامج. لكن هنا يا جماعه الفلو جاي من بره، هيدخل يلاقي جمله دو، يبص على الاكواد دي وينفذها على الاقل مره واحده وواحده بس، وبعد ما ينفذها يبص يلاقي هوايل ويروح يعمل ايفاليويت لمين؟ ايفاليويت للاكسبريشن ده. بس قبل ما بينزل على الاكسبريشن بيكون منفذ السطور دي على الاقل مره واحده. إيه وكالعاده يعني هيحصل نفس الكلام اللي بيحصل معاه، بعد ما ينفذ السطور دي خلينا نغير لون. بعد مثلا ما ينفذ السطور ديت ينفذ الحاجات دي بينزل على الاكسبريشن. ها والله لو كان الاكسبريشن ده حاجه من اثنين، لو كان الاكسبريشن ده ممكن يكون ترو وممكن يكون فولس، وعرفنا القيم اللي ممكن يكون فيها فولس وعرفنا القيم اللي ممكن يكون فيها ترو ما عدا الفولس طبعا، يعني ما عدا القيم اللي فيها الفولس الاكسبريشن ده ترو. والله الاكسبريشن هو نازل عامل دو، لقي الاكسبريشن ده ترو صحيح، روح اراجع مره ثاني للدو وينفذ الامور ديت مره ثانيه. اوكي، لقيها ترو ينزل مره ثاني وينفذ الامور ديت ويرجع للدو مره ثانيه، ينزل ينفذهم مره ثانيه يلاقي الاكسبريشن ده ترو، يروح عامل لوب مره ثانيه ويرجع ينفذ الامور ديت اللي ما شاء الله لغايه لما يلاقي الاكسبريشن ديت فولس. ففي حاله انه لقي الاكسبريشن ديت فولس يا جماعه يروح يطلع بره الفلو وينزل ينفذ الستيتمنت الباقي اللي هي ايه؟ اوت اوف دو ستيتمنت، بره جمله دو هيطلع ينفذ بقيه الفلو بتاع البرنامج. تمام؟ ده الفرق ما بين جمله دو هوايل ومساله الهوايل، ان الفرق بس ان هنا بيحصل اكسكيوتنج قبل الايفاليويتنج، هناك بيحصل ايفاليويتنج وبعدين بيحصل اكسكيوتنج. والله الاكسبريشن ده بيتشيك عليه قبل ما انفذ اي سطر من دول، هنا بنفذ على الاقل الكود ده مره واحده وبعدين بنزل اشوف ايه القصه في الايفاليويشن بتاع الكود ده. انا هحاول اثبت لك ان الكلام ده صح ولا مش صح بجمله بسيطه. في الاول كده هنشوف الفكره بتاعت اللوب، يعني ايه هي بتشتغل لوب ازاي يعني. تمام؟ فهنقول دو وافتح الكيرلي بريسز بتاعي واقفلها شيفت انتر عشان انزل سطر جديد، وهقول له انا مثلا كونسول دوت لوج. المفروض اني اعرف فاريبل. تمام، انا ماشي اوكي. هطلع فوق هوم وهعرف فاريبل، هقول له فار نفس المثال اللي كنت بعمل تيست عليه، فار اي مثلا بتساوي صفر، وهقول له كونسول لوج اي اطبق لي قيمه الاي وشفت انتر واعمل انكريمنت لقيمه الاي. تمام كده؟ جميل. ده اللي هيحصل له دوينج. هو ايه بقى لما ايه؟ هكتب الاكسبريشن بتاعي
وايل والله لما تكون قيمه الاي اي سمول اقل من مثلا 10، يعني على الاقل ينفذ لي الكلام ده لما يكون قيمه الاي اقل من 10. ايه اللي هيحصل؟ هيبص يلاقي ان انا عندي فاريبل اسمه اي قيمته بكام؟ ب 10. ينزل دايركتلي يقول له دو اكتب لي الاي، اكتب الاي دلوقتي، تكتب الاي وراح كاتب لك الاي بكام، اول قيمه ليها بصفر. حلو. بعدين ينزل يلاقي ان في اي بلس بلس، هعمل انكريمنت لقيمه الاي. جميل. هي اول خانه فيها دلوقتي صفر، هيروح كاتب الصفر الاولاني ده. ينزل بقى يلاقي ان الاي ها زادت واحد، يعني هي اتكتبت صفر بس زادت واحد، بس انا ما قلتلهوش اكتب لي الاي بعد ما زادت، انا قلت له اكتب لي قيمه الاي دلوقتي اللي هي الحاليه اللي هي صفر دلوقتي. تمام. ينزل بعد ما يكتب قيمه الصفر يزود على الواحد اي، كده الاي بكام؟ الاي كده قيمتها بواحد. يبص بقى يلاقي الاي اقل من 10، الواحد اقل من 10، يروح طالع فوق جميل خالص، يلاقي ان ينفذ جمله دو تاني، يلاقي اي كونسول لوك اي، والاي دلوقتي كانت بصفر زودت انكريمنت بقت واحد. جميل. يروح كاتب الواحد ومزود واحد السطر الثاني، كده الاي بقت باثنين، يبص الاثنين اقل من صفر وهكذا. هتلاقيه يكتب لك، لو انا عملت انتر هيكتب لك من صفر لغايه 9، لان ايه؟ ال 10 طبعا مش بتساوي ال 10. ده اللي بيعمله الجانب ده، يعني ده مساله اللوب في الجمله دي. طيب اوكي، لو انا عايز اثبت لك او عايز اوضح لك ان هو بيعمل دوينج على الاقل وان تايم للسطرين دول قبل ما بيعمل تيستنج او يعمل ايفالويتنج الاكسبريشن اللي مكتوب جوه جمله هايت، هنعمل ميس كونسبشن، هنحاول، انا اسف، يعني هنعمل خطا في الكود. تمام. احنا هنمشي زي ما احنا كده وهنقول له فار اي اقل من صفر يا جماعه. في الاكسبريشن هنقول له كالتالي، يعني هنمسح الواحد وهنقول له ان الاي لما تكون اقل من صفر، والحقيقه ان الاي قيمتها بكام؟ قيمتها بصفر. هل الصفر اقل من الصفر؟ لا. يبقى المفروض ان اللوب ده ما يتكررش او ما يحصلش اساسا من الاول لو انا كنت شغال على جمله هواي، لان في هواي الاولانيه هيقارن قبل ما ينفذ الكود، لكن هنا يا جماعه لو انا عملت اندو انتر هتلاقيه نفذ لك صفر. صفر معناها ايه؟ معناها كالتالي، بص لقي قيمه الاي بصفر، راح نازل ومنفذ قيمه الاي وكاتب لك صفر، بعدين راح مزود على الاي واحد بقت واحد وشايك على الاكسبريشن. فاهمني؟ يعني هو على الاقل نفذ قيمه الصفر من غير ما يبص على الاكسبريشن ده ان في قيمه الاي اساسا كانت بصفر، فراح نفذ لك الصفر وبعدين قال لك انا هحاول اجس او اشيك على الاكسبريشن ده مره ثانيه. ده الفرق اللي احنا عايزين نوضحه، ورب تكون الصوره واضحه ما بين مثلا ازاي يحصل ايفالويتنج للكود قبل ايفالويتنج الاكسبريشن وبعدين رايتنج للكود، الكلام اللي كان بيحصل في جمله هواي الاولانيه، ولا اني انفذ اعمل ايه، اعمل دوينج للكود وبعدين اعمل ايه، اعمل ايفالويتنج للاكسبريشن. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.